السومة حمد الله السومة حمد الله. اقول لك جاب هدف شرب الشاي ورجع ولقي الشاي حار برضه يعني. شوف نسولف الاخبار. اخبار؟ اليوتيوب ايه يا ترامب. يوتيوب ويل سي اباوت ذات ذا اند اوف ذا جيم. اقول لا تسوي نفسك. يلا يا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج مدرجاتنا. أنا اليوم معكم عبدالعزيز العبدان هنا في ملعب الجوهرة، الأهلي يستضيف النصر. يلا نبدأ. اخر مباراه للنصر هنا سووا فيكم معوضين خير الليله ان شاء الله فايزين. عندكم تولعون هذه ليش؟ حمد الله يوم لك ويوم عليك ما عندك. لا لا حمد الله ما عليك كذا. حمد الله ما عليك في السومه وفي جانيني. لا 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 عندنا حمد الله السومه. عندنا حمد الله ما نخاف من شيء نهائيا. سومه حمد الله السومه حمد الله. انا اقول لك السومه. انا اقول لك حمد الله. يعني حمد الله مين؟ ميسي يعني ميسي. الحمد لله سوى فيك العام. الحمد لله والسومة ايش سوى فيه؟ بنص رجل فاز عليه 2-1 وانا نسيته وجاب هدف. شوف بالنسبة للسومة على العين والراس، ولكن تلعب قدام العالمي لا تنسى انك بطل. عندك غيابات بطل استثنائي. النصر عندك غيابات جوليانو. النصر لا يتأثر. اقول لك جاب هدف شرب الشاي ورجع ولقي الشاي حار برضه يعني. هذه اكبر تريق على النصر 10 دقائق والله. بدري على السومة، كل مباراة بيجيب جول. سينا مرة فوق ومرة تحت. مستوى هابط. وبالراس وبالانتي. يسوي شيء مستوى هابط. سجل فيك بكل شيء سجل. مستوى هابط السومة يعني. ما هابط السومة. لا لا لا. المدرب ما كان يعني. مو قصة كان متهاوشين وكانوا متهاوشين كذا. بالله. الحمد لله لاعب كبير يا أخي. الحمد لله لاعب كبير، واللي يقول كذا ما يفهم. بس برضه ترى السومة صاحب اختصاص وبالتاريخ القهوجي. يعني صراوي له مواقف كثيرة معانا. القهوجي كان أول. وجاء السومة جدد العقدة. عندنا السومة عندنا جانيني. والعام استوى فيك حمد الله هنا. استوى رد التاب. ما بدك تولع على الألعاب النارية ذي إلا. اليوم بيولعوا الهلاوية، اليوم بيولعوا الهلاوية. ما سوى شيء، هو حمد الله نزل يعني. نزل عشر اليوم في جدة. نزل 10 دقائق، جبت الهدف وطلع. احنا في جدة اليوم. ونتكلم عن ايش؟ عن تخصص حمد الله فين؟ في الجوهرة. سجل تقريبا 6 أهداف، 4 أهداف تقريبا. واحنا سوينا فيه؟ سوما سوى فيك لما دخل 10 دقائق. والله نصورها اوريك المقطع. يا دوب ولعوها بس الحمد لله. اقل من 10 دقائق. كم ثانيه بالله؟ كم ثانيه؟ اقل والله اقل. 10 دقائق. يقول سوى فيك؟ ما سوى. يقول لك العام يا رجال ما سوى. نزل سوما خلاص مباراه وطلع. مباراه فيها. يقول لك نزل سجل هدف وطلع. الا في 30 ثانيه. اسمع اليوم كم هاتريك السوما؟ كم هاتريك عليها؟ كثير. ما في اثنين هاتريكين. الكثير صار 2. هاتريكين واليوم الثالث. لا ان شاء الله اليوم اليوم الهاتريك الاول برزيق. السومه سجل فيه تحت وفوق يمين يسار. ايه بس برزيق ان شاء الله ان اليوم. ايه لا صدق. ومن هنا ومن ارض الملعب بنطلع مدرج النصر ومدرج الاهلي وناخذ رده الفعل قبل لا تبدا المباراه. والله اتفائل فيك انا ما شاء الله. انا كنت متفائل لان شفت التشكيله. تشكيله خمس مدافعين. خلاص ايه تكتيك بس وقت الهجمه تصير مدافعين. ثلاثة دفاع. النصر الهجومي واللعب بعد الحسن. النصر يسجل بالمدافعين، ايش المشكلة؟ اعتبرهم 5 مهاجم. ما سجلت قدام الحزم؟ نسجل اليوم ان شاء الله. اليوم الجانيني وعبد الفتاح وليما. انا اقول حمد الله بيمشيكم بدري. حمد الله ايه؟ خليه ينام ويجي بعدين. لسه ما نام شكله زي الناس، خليه ينام ويرجع صحصح. بنفوز على الورق يمكن هم 5 مدافعين بس في الملعب لا باذن الله تعالى النصراوي. 3-1 للنصر، 3-2 مباراه مفتوحه. وتذكر كلامي مباراه حلوه كمان مع
الاهلي والنصر دايم في الدور الاول الاهلي يفوز. ما مشكله الدور الثاني يجوز. الاهلي اخر فوز له على النصر في الجوهره من 2015، هذا يبشر بالخير. هم فازوا هنا بس مباراه واحده الظاهر بس. الله اعلم. على ما اعتقد والله ترى ناس فاز. اسمع اخر ثلاث مباريات النصر فاز مرتين وتعادل في مباراه. فاز هنا مباراه، هزمناهم هناك مباراه، تعادل معنا هنا مباراه، فهمت؟ تبغى نصيحتي؟ سوي الكليب من الحين للنصر. وش الكليب؟ سوي اي كليب تبغى. وش تبغى؟ اي شيء، اي اغنيه، اي اغنيه للنصر من الحين سوي نصيحه. عادي المره دي نفوز، ايش يعني؟ ما عادي، ما في كمان 8 مباريات ما فازوا علينا ولا تعادلوا معنا. عادي. كرة قدم هي في النهاية. انت صبرت 33 سنة ما تصبر. على قولك، نصبر 60 زيادة عليه موت. بعد الحزم، بعد الحزم. تبون الستر بس. بعد ما كنا نقلب النتائج صرنا ندور الستر. الله يطول عمرك. لا ان شاء الله اليوم باذن الله ان شاء الله عايزين 2-0 ان شاء الله. حمد الله الاهلي يجينا شجع نادينا باذن الله. باذن الله الاخبار اخبار ايه يا ترامب يوتيوب الدقيقة 70 بتطلع. لا ما عليك ان شاء الله ما احنا نطلع عشان الزحمة يمكن، بس بنطلع فايزين ان شاء الله. الاسراويين يقولون من يوم جاء حمد الله السومة شكرا. انت ايش ردك عليه؟ انا مذيع. طيب انت مذيع ايش ردك عليه؟ انا جاي اخذ. اهم شيء الاستمرارية صح؟ السومة استمر 3 سنوات وهو في التوب صح؟ مو مشكلة يجي يدروب، لكن حمد الله شفناه الموسم ذا ايش؟ لا من جد والله؟ شوف هم لاعبهم يمكن مبسوطين فيه، لكن السومة لا تقارن بأي مهاجم السعودي مرة. قدم حمد الله واتكل على الله. فترة مصابة كانت عنده، متوقف فترة، تبغى تحسبوها حق العام بهذا بالسنة هذه بالموسم اللي قبل. شوف تاريخ السومة في المواسم اللي قبل. سوى العام، العام سوى سجل هدف بلنتي ما مداك تسنتر ولا جاي. عنده إصابة وتوقف فترة عن اللعب. فما تحسب له هي بالعام. أنت أحسب في الفترة اللي لعب فيها السومة 3 سنوات 3 مواسم 4 سنة سنة من حمد الله عن 3 سنوات. لا ما تجي، عمرها ما تجي الأرقام. المباراة خوف، المباراة خوف. فايزين ان شاء الله. انا خايف. لا انا ماني خايف ان شاء الله. والله للاهلي جينا بس ايش خايفين. فايزين بحول الله. خوف الهلال ما يخوف الاهلي ابدا. انت لا تتكلم على الهلال، الهلال طلعك من العربية ما ادري الاسيوية ما ادري ايش، طلع من الدوري ما ادري ايش، طلعك من كل شيء، طلعنا من كل حاجة. لكن شوف اليوم الاهلي كيف. النصر جيد بس. واخر مباراة هنا تتذكرها اعطيناهم هي عشان ياخذ الدوري بس. قالك النصر اكل. فايزين اليوم ان شاء الله. والله مو سهل النصر صراحه. ولاعب ضغط منطقه علينا. عبد الله خطير. لا خطير والله خطير صادق والله، لكن ان شاء الله خير. النصر يخوف. النصر انا نصراوي. الاهلي يخوف. الاهلي انت ناحس على النصر ترى. بالعكس انا العاب كنت معك. كل ما تجي لمباراه النصر يا ان خسر يا ان تعادل.
انا جبت لك الدوري الاستدراك. اي دوري خل السوالف ما يرجع بدلنا بالدوري. بلا تكه ولا ما تكه كنت موجود. اللي بعده الباطن كنت موجود. اللي بعده الهلال راس برون كنت موجود. اللي بعده ايش تبي بعد؟ نبي اكبر، نبي السوالف، نبي عطل عندي ابي السوالف. انا ما ابي احد خلاص، الدوري ما ابي. ايش تبي بالسوالف؟ نبي دوري، نبي كاس، نبي واحد يقدر يدق راسهم بس. ما والله النصر يخوف، النصر يخوف. We'll see about that. We'll see about that at the end of the game. أقول لازم تسوي نفسك. هذه هي. جول. ما فيها شيء. لا فيها. أبوه بيرجع الحين وبيحتسب بلنت إن شاء الله. صرت تتكلم عربي الحين. والله عاد تحمست مع الهجمة. How score today? For now it's 0-0, but I am supporting Ahli. I hope Ahli will win, inshallah. But Nasser very strong. Yeah, but I am supporting Ahli because I came here first time with my friend, and he's supporting Ahli. So inshallah, Ahli will win. Where are you from? I'm from Pakistan, by the Pakistan. way. Yeah. هذا هدف النصر. لا مو بعيد. تراهن؟ أراهن. على إيش؟ على حاشي ذهب. وانا على حاشي الماس وذهب فوق. والله لعشيك والله من جهدك. يلا ابي ايفون. ابي شرب زنب. لا لا ايفون جديد. ابي شرب. ابو ثلاث كاميرات هذاك. اي ابو ثلاث كاميرات. ابي شرب. جو. وانا العشب. انا ما قلت انت. ما اريده. انا ما قلت انت. انت تقول حاشيك حاشي مذهب. ايش في جنيني؟ هجمتين هدفين. والله ضيعها خاصة آخر فرصة، شوتته كانت ضعيفة يعني المفروض يركز فيها. معلش الجايات إن شاء الله أحسن. الجاي أحسن. هدفين ضاعت، هدفين. معلش معلش شوية كذا. هذا كم ضيعت هجمة؟ ولا هجمة. هجمتين ولا ما تعتبر. الحمد لله حقت أيمن يحيى هنا بس واحدة اللي طاح. هذا إن شاء الله السوم يعوض جنيني بإذن الله. بإذن الله يعوض. عبد الله لو ما فاضي طلب بلنتي. لا 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 هم يقولوا كذا. اذا طاح قالوا الحمد لله يبي بلنتي. الحمد لله انت تدب. الحمد لله ما يبي بلنتي. الحمد لله بلنتي يدور عليه. يجي ان شاء الله. يجي ان شاء الله. ها ان شاء الله. ها ان شاء الله. ها ها عن فوز ان شاء الله النصراوي. قم طيب هجمه. قم. ها قم هجمه. ثلاث هجمات جاء. طيب وقف حمسني. وقف هنا احنا متابعين معاه. ايه والله بلنتي بلنتي. اذا مو بلنتي حتفاهم معاك. ها بلنتي بلنتي. والله ما ادري بلنتي صح. بلنتي طول المباراه. والله ها طول المباراه بلنتي. بلنتي بلنتي طول المباراه احنا بنطلب بلنتي. طيب حقنا عادي. هذه حقنا حقت حمد الله. ها شويه فيها شك بس دي بلنتي. والله دحين نرجع للفار. دحين نرجع للفار. اسمع نصراوي عمري 6 سنين ما اعرف الا اللون الاصفر. معني ما يلبس اصفر اليوم بس التيشيرت ده حلو. يا رب يا رب يا رب يكون وجه خير. على فكره اللي بتنعاد هذه حقتك اللي في الحلقه حقت ثلاثه اقسم بالله دائما ادعي لك. والله كل ما اشوف الحلقه حقتك اي واحدة حقت التتويج اللي مع اللعيبه اللي كل شويه تتعاد هذه اقسم بالله. يا واد سعاده اتفرج وادعي لك. والله سعاده سعاده يبقى. والله جاي من المدينه. والله يا خساره المشوار. 400 كيلو باذن الله ما نرجع. خايف انا باذن الله ان راجعين ناخذ الفوز وبنمشي. عندك اخت بتروحون الرياض وانا بروح المدينه وانت بترجع الرياض. التأثير الرياضية. الله عبد الله. الله وربي بلنتي. وربي بلنتي. والله بلنتي. والله عطاها اصلا. بيرجع للفار. بيرجع للفار. حيشيل الاصفر. لا لا تمثيل. ما لقيت الا حمد الله تصدقه. حمد الله لا ماله بلنتي. الفار باين والحكم حكام دوليين واضحه. لو كان فيها كان الفار اقل شيء. يقولون الفار احمد حبيب حكم دولي. نعم والله بك ان شاء الله. ما فيها فار. ما فيها بلنتي. لا لو فيها بلنتي كان عندك الفار والحكم موجود. وترجع اي حاله تقديريه للحكم يعني. انت كنت حكم اهلاوي؟ لا لا محايد. حكم دولي محايد وجاي للدرجه الاهلي. قفشناه هذا عازمني. انا قفشنا احد الحكام الدوليين. وانا ما قفشني وش انا جالس هنا. جيتك الهلال وخسرت. الهلال بس الاتحاد فزوي. جيتك النصر وخسرت.
لا بس هذه فوز إن شاء الله. شوط المباراة الأول وما يريدانه من اللاعبين في شوط المباراة الثاني. شكرا لكم أيها الأعزاء على طيبة. وبكذا أنت الشوط الأول بتعادل فريقين 0-0. اليمنى نور الدين مرابط مع تبديل أماكن وأدوار بينه وبين أيمن يحيى. عبد الرزاق حمد الله دائما في خط المقدمة بالنسبة الآن بداية الشوط الثاني. هلا بدأ الشوط الثاني الحمد لله كله تمام 0-0 الحمد لله. يعني مبسوط بالتعادل؟ لا ماني مبسوط بالتعادل. الأهلي لازم يفوز إن شاء الله. الله كريم هذا هو جايك الحين. بس قول يا رب قول يا رب يا رب اللي توفق الفريقين. أربعة توفق الفريقين بس اليوم الأهلي وبكرة النصر. عايز في سعود السويرم. سعود ما هو بصحيبك؟ هو بصحيبك؟ لا حبيبي. آه طيب عايز دي بيرجع ولا ما برجع؟ ولا ما له في الكورة نهائية؟ عندك تويتر؟ آه عندك عندنا. ادخل وسع. لا يا الله المستعان تمو ما يرد عليك. لا بس ما علم إصرار. أنت إصرار خويك. إذا مصلحة مصلحة النصر والله لا علم. يا حبيبي حب لك المسلم ما تحب النفس. مره متعصب انت متعصب. لا لا ان شاء الله نفوز ان شاء الله. ما حبيبي والله الاهلي شكله حيسويها. لا ما لانك جالس تضيع. لا ما حيسويها ان شاء الله. الحمد لله موجود ما عليه. الحمد لله بس يبغى بلنت. لا ما يبغى الحمد لله. ولو الباب فاضي طاح قال بلنت. واحده من مرابط. شوف 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 شوف, شوف. اعصاب. لا لا الله فريق ما يطمن. النصر اخطر. النصر احسن. النصر احسن والله. الشوط الثاني بدايه الحين النصر احسن. على ارضك وكذا ما تلعب والله. الاهلي ده ما عرفنا له للحين. الموسم ده غريب. من بدا الشوط الثاني وباب واحد النصر يعني. تمرين نمرنهم نحميهم. حمي مين؟ عشان هي دقيقه 85 حنخلص ونمشي ورانا لعب في حاره ثانيه. ليه الهلال انت مثلا؟ تقريبا احسن من الهلال انا. سوزا حيقنعك بلايلي حيقنعك. يقنعني والله حيقنعك بلا صدقني يا شوف. انا يقنعهم هو يقنعني انا. يا حبيبي انت مو نصراوي؟ لا تسجع اهلاوي. بالله وشكم شو قاعد تقول؟ قاعد ايش يعني واقع اهلاوي واقعي. اها زود بلال دحين حيقنعك في الملعب. حتشوف بلال قاعد والله حتشوف. شوف البلال ايش لو هزمنا اقسم بالله حتكون بسبب الهجمات اللي ضيعوها الشوط الاول وربي حقت سومو وجنيني. جنيني والله شيء مره يزعل. ضيع حتقبل بس صدقني حيدخل هدف صدقني. حيقنعني. منو حيقنعك؟ مرابط. عالم يبي يتعادل اليوم ولا بينهزم؟ صدقني بيفوت لو الحظ والحكم. الشوط الثاني يا هذا هدف الاهلي. يجيب الاهلي. هذا هدف الاهلي. طيب يجيب هدف عنده كم بادر. ما هي ماشي معانا الكوره والفار ايش يقول؟ ما فيها شيء. الشوط الاول الحكم كروت الاهلي ما في كروت. ها شغال لنا كروت الحكم. ها العالمي ان شاء الله باخر دقائق بيجي هدف. هي مباراه الهدف الواحد يعني يا لنا يا علينا. الله يستر. والله مبروك بلنتي يا اخي. مو بلازم بلنتي سجل بدون بلنتي. ليه والله مو لاعب حمد الله. والله مو لاعب. ليه مو لاعب؟ طيح جوا 18 على طول يبغى بلنتي بلنتي بلنتي. شو ما اطلق منه بالف مليون طبقه. هذا سجل فيك حمد الله. ما سجل هو بالعافيه بس بلنتي اللي قبل شوي. سومن فن هو على خرطي. ما في. لا حمد الله احسن. لا تقول لي لا والله. لا والله والله اقول لك حمد الله. والله كيف هداف ما ادري كيف. خلاص هداف جاب مجانين ولا سومه مستحيل. حمد الله لاعب كبير. لا 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 يعني السومه احسن من السومه. سما والارض. والله المستوى كويس بصراحه. المدرب فيه تحسن في المستوى بس الانهاء هو المشكله. يعني زي الجنيني كم مباراه سيء. لا باص زي الناس لا اداء زي الناس بس سرعه ويطول مع الكوره. احنا عندنا مهند عسيري. عندنا مهند عسيري لما استدعيه يخلي الجنيني دكه. واحد لما يرجع دكه تدب يرجع مستوى حبه حبه. تعادل عادل ولا مو عادل؟
والله عادل ومش عادل. ركز ركز. والله عادل بالنسبة للمستوى، بس بالنسبة للأخطاء التحكيمية هذه مو عادل. مو عادل مو عادل. تعادل في عرض ضد النصر والله حرام. ليه؟ والله متعادل مرة النصر ضيع بعد ترى. وين الشوط الأول لاعبين باب واحد؟ ضيع السومو وجنين انفرادتين. جنين هو اللي ضيعنا المباراة هذه صراحة. ما نستاهل نطلع تعادل صفر، والله المفروض فايزين. أنا هنا من الشوط الأول. وبكذا انتهت المباراة بتعادل فريقين صفر صفر. وفي مباراة بهذا الشكل وبهذا المستوى، الكرة ملعوبة للأمام الصافرة أيها السادات والسادة، أيها الأحبة الكرام. عندي مشكلة أنا في الحزم، أنا عندي حبيبي إنه أعطيني حقي هنا دخل وقت يتكلم، ما عندي مشكلة. بس مستواك سيء. لا مو مستوي، أنا ماسك المباراة كلها من أولها لآخرها الحين. وين؟ الحمد لله يفكنا تمثيل، بس نبغاه يسجل، نبغاه والله يسجل. التمثيل الزايد ما له داعي والله، حرام يا أخي. عشان تكسب العب كوره هاجم، الاهلي فرقه فاضيه، انت النصر المفروض تيجي تكسب، صح ولا لا؟ صح. حمد الله كان بامكانه ايه؟ حمد الله يلعب مع زمايله، عايز يروح يجيب ضربه جزاء، خش شوط على الكوره. أيوه خش هو شوط. ده شوط. شوط في كم كوره صح، في كان بامكانه يسجل. انظلمنا انظلم ليه، كان بامكانه يسجل بس ضيع والله حرام. هو يفكر يبغى بلنتيات. هي هذه المشكله، نبغى نسجل، نبغى نسجل، ما نبغى بلنتيات. حمد الله يقدر، حمد الله يقدر ينهي قدام الباب، عرفت؟ لكن المشكله كثر التمثيل ومرابط ما عنده الا اوفرات. يا اخي العب على شويه، مو كل كوره لازم اوفر. اليوم ثلاث مرات يمثل ايش يبغى؟ زايدين عقده 5 يورو ليش؟ شايف الفريق في دكه؟ لا ما في دكه نهائيا. هذا اللي قال بعد الجماعه، هذا يعني نصر الشامخ اللي قالوا بيحافظون عليه. انهوا نصر الشامخ، والله انهوا قسما بالله انهوا. معقول مباراه الفاز تبدا باثنين حراس؟ ما في دكه، ما عاد في دكه يا اخوان، والله العظيم جد فريقنا انتهى. نصر الشامخ راح خلاص. واحد واحد، فريقكم والله ما هو جاهز، والله فريقكم ما هو جاهز لا بدنيا ولا فنيا. احد شويه الدوري باذن الله نصراوي، عاده النصر ما يجيبوا الا يجيبوا اللي بعده. وبكذا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، تعادل سلبي لكل الفريقين، لكن أنتم كنتم نجوم المدرج. كنت أنا معكم عبد العبدان، نشوفكم في حلقة جاية من برنامج مدرجاتنا، فما لا طحت يا صاحبي ما يرحمني هذا كل من مشي في الحب لا مقياس قولوا حسابتك ترى الغلطات مليوها عدى الزمان كلمة كلمتك مسحورة حسابتك ترى الغلطات مليوها عدى الزمان كلمة كلمتك مسحورة هذا جزاء كل من مشي بالحب لا مقياس لا طحت